بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. معاكم اسلام في فيديو جديد لأهم نشرة أخبار في الوقت الحالي لجمهورية مصر العربية. يا ريت قبل ما نبدأ في الفيديو ما ننساش نعمل لايك واشتراك في القناة، ده هيدعمنا كتير جدا وهيسعدني إني أكمل في المحتوى ده. وتعالوا ننتقل لعناوين الأخبار، وأول خبر معانا وهو تسجيل نادر لاعتراف احد كبار قادة الجيش الاسرائيلي بالوقوع في يد القوات المصرية. ومفاجأة كبيرة، مصر تبني اكبر سد في تنزانيا. تابعوا الفيديو عشان تعرفوا التفاصيل مهمة جدا. ومصر وقبرص واليونان واجتماع جديد ضد تركيا. ومصر تتجه لاتخاذ اجراءات هامة في البورصة المصرية، ومبارك يظهر في احدث صورة له في ذكرى انتصار اكتوبر. طيب تعالوا ننتقل للتفاصيل الهامة، وأول خبر معنا هو تسجيل نادر لاعتراف أحد كبار قادة الجيش الإسرائيلي بالوقوع في يد القوات المصرية. روت مديرة البرنامج العبري بالإذاعة المصرية شاهيناز راغب تفاصيل جديدة حول تعامل مصر مع تجذيب إسرائيل أسر جنود مصريين أحد كبار قادة الجيش الإسرائيلي عساف ياجوري خلال حرب أكتوبر. وقالت راغب خلال فيلم تسجيلي عن الحرب أذاعته فضائية DMC إن الإذاعة المصرية أرسلت أحد مذيعيها لإجراء حوار مع الأسير للتأكيد على أنه في حوزة القوات المسلحة المصرية والرد على ما أذاعته إسرائيل في وقتها. وأشارت إلى أن مذيعا مصريا أجرى حوارا مع ياجوري اعترف فيه الأخير باسمه ورتبته ووظيفته والمهمة التي كان مكلفا بها وكيفية وقوعه بين يدي القوات المصرية، واعترف بأن مهمته تمثلت في التصدي للدبابات المصرية الموجودة في القطاع المركزي بسيناء ولكنه فشل، ونوه بأن الضباط المصريين تعاملوا معه بشكل عادي، وطلب منه المذيع المصري توجيه رسالة لأسرته فأرسل لهم السلام وتمنى رؤيتهم مرة أخرى. المصدر الوطن. تعالوا نسمع التسجيل السري اللي أحدث هزة في الثقة بالإعلام الإسرائيلي، فضلوا اسمعوا. מה שמך בבקשה? אסף יגור. מהי הדרגה שלך? סגן אלוף. מה דעתך על הקרב שהתנהל בין הטנקים המצריים לבין הטנקים הישראלים? היה יתרון להיערכות של הטנקים ושל הנונטט בגזרה שאני עבדתי בשליטה בשטח. חלק מהמשימות בוצעו לא בשלמותם. היו מספר פגיעות של כלים. זהו מה שאפשר להגיד. מהי המשימה שהוטלה עליך לבצע באותו קרב? המשימה הייתה לבלום את פריצת הכוחות בגזרה המרכזית בסיני. האם המשימה הושגה? היה קרב, קרב קשה מאוד, רק חלק מהמשימה הושג. כמה מספר הטנקים ביחידה שלך? יש מספר עשרות קהילים, אבל רק חלק מהם השתתף בקרב הזה, ושמהם חלק נפגע, כולל הטנק שלי שנפגע פגיעה ישירה ועלה באש, וכלים אחרים נחלצו לאחור. כיצד נפלת בשבי המצרי? הייתה פגיעה ישירה בכלי שלי, הכלי התחיל לעלות באש, פיניתי את הצוות, הייתי תמיד בהתאם לפקודה ראשון בתנועה לפנים, ולא הייתה שום אפשרות להיחלץ. מה דעתך על היחס שאתה זוכה כאן בשבי המצרי? הפגישות שלי עם הקצינים המצרים אפשר להגיד שהיחס הוא טוב. האם אתה רוצה למסור דרישת שלום אל בני המשפחה שלך בישראל? זה תמיד ברצון לאישה ולילדים, ומקווה להתראות איתם בריא בהקדם. תודה רבה. تعالوا ننتقل لخبر مهم تاني وهو مصر تبني أكبر سد في تنزانيا. ناقش وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر محمد شاكر مع وزير الطاقة التنزاني ميدار موتوغلو كليماني تنفيذ سد روفيجي أكبر سد في تنزانيا. وبحث الطرفان إمكانية التعاون في عدة مجالات أهمها إعداد استراتيجية إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وإعداد الدراسات الخاصة بتدعيم وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء. وكانت شركة المقاولون العرب المصرية فازت في مناقصة لتصميم وبناء السد الضخم الذي يعد الأكبر من نوعه في تنزانيا، ويبلغ ارتفاع السد 134 مترا وطول بحيرته 100 كيلو متر ومساحة بحيرة التخزين 1350 كيلو متر مربع والسعة التخزينية 34 مليار متر مكعب،
ويقام على ضفاف نهر الروفيجي، وهو نهر داخلي طوله 600 كيلو مترا، ويجري في النهر من 10 إلى 58 مليار متر مكعب من المياه سنويا. كما تصل تكلفة إنشاء السد إلى 2.9 من 10 مليار دولار، فيما يصل عدد العاملين فيه إلى 5000 شخص بين مهندسين وعمال. المصدر صحيفة المال والأعمال وآر تي. أكيد إنجاز مهم وعظيم تتقدمه الشركة المصرية للمقاولون العرب، شيء عظيم جدا. وإيه لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو ونسيت تعمل لايك واشتراك في القناة، ريت تنزل تدعمنا بلايك واشتراك في القناة، دعمنا كتير جدا. ويلا ننتقل للخبر التالي. طيب تعالوا نخش للخبر التالي، وهو مصر وقبرص واليونان واجتماع جديد ضد تركيا هام جدا. تستعد مصر لاستضافة القمة الثلاثية السابعة بين مصر وقبرص واليونان لأمن واستقرار ورفاهية دول منطقة البحر المتوسط يوم غد الثلاثاء. ويترأس القمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمشاركة الرئيس القبرصي نيكوس ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس. وأكدت سفيرة مصر في قبرص مي خليل في حوارها مع وكالة أنباء قبرص أن التصعيدات التركية وأنشطتها قبالة المياه الإقليمية القبرصية ستكون من أبرز الموضوعات التي سيناقشها قادة مصر وقبرص واليونان في القمة الثلاثية. وتابعت: القاهرة لديها مخاوف من نية تركيا المعلنة بالحفر في المياه الإقليمية القبرصية، وتحديدا كتلة رقم 7 في المنطقة الاقتصادية الخالصة، في هذه الإجراءات الأحادية تزيد من التوتر. وأضافت: مصر بلد ينادي بضرورة الالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول على حدودها الراسخة والمعترف بها دوليا. وأوضحت السفيرة المصرية أنه لا يوجد أي مانع من انضمام دول أخرى لمنتدى شرق المتوسط، مشيرة إلى أن التعاون بين مصر وقبرص سيمتد لمجالات تغير المناخ في الفترة المقبلة، وتعارض كل من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل أنشطة التنقيب التركية عن مصادر الطاقة شرقي المتوسط. المصدر: وكالات مصرية وآر تي. طيب تعالوا نتجه لخبر تاني، ان مصر تتجه لاتخاذ اجراءات هامة في البورصة. كشف نائب رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر خالد النشار عن اتجاه لخفض تكلفة معاملات البورصة المصرية بهدف تشجيع الاستثمار. وقال النشار ان اللجنة الاستشارية في مجال سوق رأس المال ناقشت بناء على توصية الهيئة خلال اجتماعها الأسبوع الماضي بدائل خفض التكاليف التي يتحملها المستثمر خلال تعامله بالبورصة. وأضاف أن اللجنة أوصت بخفض مقابل الخدمات على عملية التداول بالبورصة والتي تتقاضاها كافة مؤسسات السوق، وتضمنت التوصية خفض تكلفة مقابل الخدمات عن عمليات التداول بواقع 20% للهيئة لتصبح 5% ألف بدلا من 6.25% ألف، وبنسبة خفض 20% لعمليات المقاصة والتسوية لتصبح 10% ألف بدلا من 12.5% ألف، وأيضا بنسبة خفض 17% للبورصة لتصبح 10% ألف بدلا من 12% ألف. كما أوصت اللجنة بخفض مصاريف صندوق حماية المستثمر بنسبة 50% لتصبح 5% ألف بدلا من 1.1 ألف، وتخفيض مقابل الخدمات عن عملية التداول على السندات المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها. المصدر صحيفة الشروق. تعالوا ننتقل لخبر أخير بل ومهم جدا معانا، وهو مبارك يظهر في أحدث صورة له في ذكرى انتصار أكتوبر. طيب نشر عمر علاء مبارك، وده طبعا حفيد الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، صورة لجده خلال الاحتفال بالذكرى 46 لانتصارات حرب أكتوبر 73. ونشر عمر على صفحته الرسمية في الانستجرام صورة تجمعه بالرئيس الأسبق، هنأ خلالها قوات المسلحة المصرية قائلا: كل عام وقواتنا المسلحة المصرية هم خير أجناد الأرض، وتحية خاصة لجدي قائد الضربة الجوية وبطل الحرب والسلام. يذكر أن الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك قاد قوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر 73، كما يطلق عليه صاحب الضربة الجوية الأولى خلال الحرب. المصدر RT. طبعا حسني مبارك نشهد له بأنه كان جندي وفي، وكان رجل عظيم حقيقي في حرب 73، وكان ليه دور مهم جدا، كان صاحب الضربة الجوية على إسرائيل. فتحية طيبة ليه. هو خلاص حكم البلد 30 سنة بحلوها ومرها، والراجل اتحكم خلاص على ما صدر منه، و
هو دلوقتي راجل كبير يعني، ربنا يديله الصحة. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو نسيت تعمل لايك واشتراك في القناة، يا ريت تنزل تدعمنا بلايك واشتراك في القناة، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.